وجود لاعبين بالمنتخب غير مؤهلين لوصول إلى هذا المستوى يعني أن هنالك طرق غير سليمة لوجودهم، بالضبط كالطريقة التي وجد بها كاساس على رأس المنتخب العراقي، وهو رجل لم يقوم بقيادة أي مباراة دولية قبل وصوله إلى العراق، وهذا موضوع طويل يتسلسل من تسمية مدرب لمنتخب إسبانيا، مساعد مدرب مع خيرة وكبار مدربي العالم. أها شكرا جزيلا لهذه المعلومات. أن تكون مساعد مدرب أسيستنت ترينر، مساعد مدرب، أنت أسيستنت ترينر مدرب وليس كوتش. الكوتش هو قائد المنتخب بالمباراة. كاساس لم يكن في يوم من الأيام قائد لمباراة إلا مع المنتخب الوطني العراقي، حتى وإن عمل مساعدا مع غوارديولا ومع الإسبان ومع أفريقيا ومع كل الدنيا، لم يصل إلى مستوى قيادة مباراة بشكل مركزي ويتحمل مسؤولية كاملة إلا مع العراق. فهو يبقى كما تفضلت أنت مساعد مدرب ترينر وليس كوتش. كل المدربين بدأوا مساعدين. اليوم المدرب الأول لفريق أرسنال كان مساعد مع غوارديولا في السيتي، فطبيعي أن يعمل مساعد ثم يتدرج ويصبح مدرب أول. يعني ما أتوقع هذه تعيب المدرب. نعم. يعمل مساعد ثم يتدرب. هنالك فرضيتين. اسمعي، فرضيتين. الفرضية الأولى أنه يحترم التسمية ويقول أنا كنت مساعد مدرب، والاتحاد أيضا يحترم التسمية ولا يسمى كوتش. أخي، السلسلة التدريبية تبدأ بالإدجوكيتر المربي، كنترولر المسيطر، الترينر المدرب، الهيد تكنيكال الهيد التكنيكال هيد ماستر اللي يسمى بالمدير الفني عيني، وأيضا عندنا ينتقل ثم إلى الكوتش. الآن عندنا ما يسمى بالأور راوند كوتش، الكوتش الذي يشرف على كل العملية. كاساس جاء وهو كما تفضلت أنت مساعد مدرب، لم يأتي قائدا مرة للمدرب. أما موضوع أرسنال، أنت تتحدث عن دوري لا تتحدث عن منتخب، هنالك فرق. الدوري هو جزء، حلقة بسيطة في الكرة الإنجليزية التي تتألف من أكثر من 30 مدرب بمستوى البروفيشنال وقيادات تدريبية رائعة. أنا خريج إنجلترا وأعرف عن ماذا تتحدث. يعني إذا تسمح لي أنا أخذت من وقتك، آسف، بس لأنه المحور جدا مهم وهذا الكلام يمكن الشارع الرياضي سيصدم به، فلازم أدافع عن كاساس وأناقش الدكتور. دكتور، إحنا جبنا مدرب سي في مات مالي الدنيا أدفوكات، فوز ما حصلنا بتصفيات كأس العالم، فوز. هسه جبنا على قولتك هذا المساعد اللي نعم. انت معترض على طريقة التسمية وكذا، بس احنا الطريق المنتخب ماشي بالشكل الصحيح، عندنا 7 نقاط. نعم، احنا ما جبنا مدرب. الإعلام أنت ما جبت، أني ما جبت، الإعلام ما جابه. الذي يأتي بالمدرب هو الاتحاد، وللأسف من أتى بأدفوكات وأكاساس هي قرارات فردية من سلطة اتحادية. الاتحاد يفتقد للجنة الفنية، للمدير الفني. المدير الفني واللجنة الفنية هما المعنيان حصراً باستخدام مدرب المنتخب الوطني أو مدربين على مستوى الفئات العمرية والمنتخب الأولمبي أيضا، وليس الإدارة التنفيذية للاتحاد. وبالتالي إذا جاء المدرب عن طريق الإدارة التنفيذية للاتحاد فقر عليه السلام، لأنه جاء وفق معايير تختلف اختلاف كلي عن المعايير الفنية التي يفرضها المدير الفني. طيب. أو السلطة الفنية أو اللجنة الفنية، كما هو معمول أخي في كافة العالم. طيب دكتور، وبالتالي المدرب أيضا يفرح لعدم وجود لجنة فنية أو مدير فني، لأنه يعمل بعيدا عن المساءلة. زين، ابقى معي دكتور، بس هذه دعوة قبل لا تنتهي الحلقة، خاف أخلص. أول ما تجي لبغداد أنت مدعو أن تكون ضيفي في بغداد.